هذه الحلقة سوف نركز على الأسباب لماذا الإنسان يعيش الطاقة السلبية. فلو حقيقة هاي شيء ضروري وشيء مهم. اي نعم. وحشة الاختيار. اي نعم. طيب المسألة المهمة في الموضوع، نحن نرى أغلب الناس يعني لا يؤمنون بتحقيق أنهم لديهم القوة لتحقيق أهدافهم أو رغباتهم. فهو كل شخص لديه رغبة، ولكن هو يشعر في داخله أنه هناك ربما صعوبات، وهناك حواجز، وهناك أمور تعرقله من تحقيق الهدف. فأنا طبعا يعني باستمرار أقرأ وأبحث حول هذه الأمور، يعني أمور الطاقة الإيجابية وأمور العقل الكوني وعلوم النجاح. فعندما نقول يعني عقل الله معك وعقل الله يغلفك بحبه، ونقول أن عقل الله هو في داخلك وهو يزودك بالحكمة والقوة والنجاح، ولكن أثناء عملي لهذه البحوث أيضا قرأت فلسفة غورجايف. غورجايف أنا أعتبره من أعظم المفكرين يعني في علوم الشخصية، وطبعا لو تقرأ فلسفته ولو يعني تتمعن في أفكاره حقيقة يعني تصبح لديك رؤية عميقة للكون. فهو سألوه عن وعي الله، وسألوه يعني عن هذا الوعي وأسرار هذا الوعي وكيف أن الوعي يحيط الإنسان. فهو جاوب قال صحيح، يعني هذا الوعي موجود، وهذا الوعي هو الوعي الكوني، ولكن يحتضنه الإنسان بصورة مؤقتة، وبعد ذلك نرى أن الإنسان ينزل إلى المعاناة. فهو يعني الإنسان ربما يشعر بالثقة لمدة يوم يومين أو أسبوع أو شهر، ويشعر بالتفاؤل ويشعر بالقوة، ولكن نرى بعد ذلك إذا أصابه ظرف صعب أو إذا سمع قصة محزنة فنراه ينزل إلى المعاناة، بمعنى يشعر بالضعف. يعني إذا نعرف المعاناة، ما هي المعاناة؟ المعاناة هي أن الإنسان يشعر أن الظروف أصعب منه، ربما تكون ظروف مادية، ظروف عاطفية، ظروف حتى تكون ربما ظروف فكرية. فأنا ركزت على بحوث يعني غورجايف، فوجدت أنه هو حقيقة يعني كان صادقا في اعتقاداته، لأنه أغلب الناس نعم يعني يمتلكون مثل ما قلت رغبة تحقيق الأهداف، ولكن لا يمتلكون الطاقة الإيجابية، لا يمتلكون يعني الروح القوية. لو تحب تضيف ونسمع يعني آرائك ونسمع أفكارك، لأن يعني نحب طبعا أن نسمع. نعم نعم. والسؤال الثاني كيف أبقى مع عقل الله أو بالتفكير مثل ما عبرت عنه الإيجابية المطلقة أو الكاملة وليس الإيجابية الجزئية؟ نعم. السؤال الثاني والسؤال الثالث يعني سؤال ولو يكون نوع بنوع مطول يعني المجتمع الشرقي. أي نعم. بنوع من الاختلاف عن المجتمع الغربي. فعلًا. نعم. فإذا هو قدر يحصل نفسه بالإيجابية ويحس شخص من مقربين إلى من أهله يعاني، هاي راح تكون إلى معاناة إضافية أكثر المجتمع. نعم. الغربي اللي يكون الإنسان
نعم فشلون واحد يتعامل مع هاي النقطة؟ نعم هاي الثلاث أسئلة إن شاء الله إذا جاوبت عليها خلال يوم إن شاء الله نستمر بالمناقشة. نعم طبعا بالمناقشة يعني نطلب إنه نستمع من القلوب، لأنه حقيقة العقل الواعي دائما يحاول أن يقاضي ويتدخل ويحكم بسرعة. فعندما نعمل مناقشة نقول من القلب، القلب هو حقيقة تعبير لعقل الإله. يعني الآن نحن نشعر أن عقل الله يعطينا أكثر حكمة لإدارة الحوار، هذا الذي نقصده. وعقل الله هو الذي ينور هذه الحلقة، وعقل الله هو الذي يزيدنا فهما. يعني أنا مثلا عندما أدير محاورة لست أنا الذي أتكلم، وإنما أنا مجرد يعني باللغة الإنجليزية يسمى ميديوم، وإنما الميديوم يعني الوسط أو الوسيط، وإنما الذي يتكلم هو الله، فأنا أترجم ما يقوله الله إليه. يعني هذا جدا مهم. فأنت أيضا عندما تنصت وتركز من القلب وندع العقل الواعي يعني جانبا، لأن العقل الواعي يتدخل بسرعة ويريد أن يجاوب بسرعة، فهو الشيء العظيم عندما يعني ننصت من القلب فيكون الحوار جدا جدا إبداعي، وأيضا فيه حياة وفيه روح. السؤال الأول، فلسفة غورجايف. غورجايف وقف ضد يعني علوم التنمية البشرية كلها. في التنمية البشرية يعني أنا متأكد أنه عندما نسمع مسألة التنمية البشرية هو إعطاء الأمل والنجاح والحوافز ويعني الضحك والسرور، ويقولون لك الإرادة والتحدي، يعني موجودة كتب بالآلاف حول هذا الموضوع. غورجايف قال كلا. ماذا قال غورجايف؟ ويجب أن ننتبه. لماذا؟ لأننا نحن يعني نحن نطلق على أنفسنا الباحثون عن الحقيقة، نحن يجب أن نسمع جميع الأطراف، وأيضا يجب أن نتحدى عقولنا وتجاربنا، يجب أن نسأل أسئلة عميقة ولا نخجل ولا نشعر بالحرج. فغورجايف ماذا قال؟ قال كلا، قال الإنسان تحت سيطرة الظروف. يعني مثلا إنسان جائع، جائع جدا جدا جدا، في لحظة معينة هو جائع. هذا مثلا هذا الإنسان عندما نقول له تعال وادرس مادة الرياضيات، ولو أنا تكلمت يعني حول هذا في فيديو سابق، ولكن أحب يعني أن أوضح هذا الأمر لأن حقيقة هو مهم جدا جدا. يعني فنقول لهذا مثلا هذا الشخص الجائع تعال وادرس رياضيات، ولنعتبر هو وافقنا، لكن كيف يكون استيعابه؟ هو جائع، استيعابه ضعيف لأنه هو يفكر بالطعام. إذن الآن الجوع أصبح فوق الرغبة وفوق الطموح. نأتي بشخص آخر ولنقل هذا الشخص الآخر يعني تناول ألذ وجبة طعام عراقية، لنقل دولمة وهذه يعني الطعام اللذيذ. فهذا عندما نقول له تعال يا عزيزي واقرأ رياضيات أو ادرس رياضيات، ودعونا نزيد المثال ولنفرض نعطيه 3000 دولار هدية، ويعني نقول له هدية 3000 دولار، وأيضا هو شبعان، كيف يكون يعني تركيزه وتحمسه؟ ما هو جوابك؟ طبعا يكون تركيز الثاني اكثر وعنده همة يعني على الدراسة اقوى. ما هو السبب؟ السبب لان هو ما بقى يعني الى عذر من عدم بالاضافة الى الحافظ. هذا صحيح. ولهذا مثلا في تربية الاطفال، مثلا الطفل المعاند ماذا يعمل والديه؟ يقومون بتحفيزه، يقولون له مثلا إذا عملت هذا الواجب الدراسي سوف أشتري لك بايسيكل، أو سوف يعني نخرج سوية إلى نزهة، أو سوف نسافر. فهناك تحفيز.
فهو غورجييف عندما تقرأ فلسفته العميقة هو يصر على أن الإنسان يعني يتفاعل مع الظروف، والظروف هي التي تتلاعب، هي التي تتلاعب، دعونا نستخدم هذا المصطلح، هي التي تتلاعب مع مشاعر الإنسان وغرائز الإنسان وتفكير الإنسان. يعني مثلا دعونا نستمر بطرح الأمثلة. على سبيل المثال، شخص يحتفل بعيد ميلاده والناس يهنئونه ويجلبون له الهدايا ويقبلونه. هذا الشخص مثلا عندما نطرح عليه موضوع بالتنمية البشرية، فهو سوف يستمع ويشعر برغبة الاستماع ويقول نعم التنمية البشرية عظيمة ورائعة وأنا مسرور، ولكن هو في الحقيقة هو في داخله هناك حوافز، يعني لأنه لديه عيد ميلاد ولأنه يعني هو مسرور ومستقر ومرتاح نفسيا. في نفس الوقت نرى شخص آخر مثلا في بغداد ويعاني مثلا من يعني من حالة الشعور بعدم الأمان، ولنفرض ليس لديه عمل، ونقول له يعني التنمية البشرية جميلة والتنمية البشرية عظيمة وأنت رائع وأنت قوي وأصبر وكافح. طبعا سوف ربما تكون ردة فعله سلبية. فهنا غورجييف النقطة الأولى، يعني هو يقف ضد التنمية البشرية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، غورجييف يصر في فلسفته أيضا على أن هناك مؤامرة كونية، مؤامرة كونية ضد الإنسان. يعني تكلمنا في فيديو سابق حول الشيطان ومحاولة الشيطان أن يزرع مشاعر الخوف ومشاعر التردد في عقل الإنسان. فهو أيضا يعني يوضح الأمور أن مثلا كوكب القمر، كوكب القمر هذا يعني حتى هذا القمر أساسا العلماء حائرون في هذا القمر، يعني هم حائرون في سلوك القمر وحائرون في وضعية القمر ولا يعرفون يعني ما هو سبب تواجد القمر يعني في هذه النقطة. وهناك بحوث أخرى أن القمر وترددات القمر هي ترددات سلبية، وهذه الترددات السلبية يعني تتجه إلى الأرض وتخترق ترددات الأرض وتصيب فكر الإنسان. وأيضا يقال كثيرا يعني هناك كثير من الكتب أن القمر بني من قبل يعني الطاقات السلبية، الطاقات السلبية يعني نسميها بالدين الشيطان. فهو أيضا يذكر يعني مسألة الكون والمؤامرة، أنه الإنسان فجأة يشعر يعني مثلا دعني أعطيك مثال، يعني أنت مثلا مستلقي على السرير في الليل وكل شيء طبيعي، لكن فجأة تشعر بقلق معين أو تشعر بخطأ ربما أنت ارتكبته في الماضي، وتبدأ تفكر تفكر، ومن ثم يعني عندما تأتي إليك فكرة سلبية بالطبع سوف تنشغل بالأفكار السلبية، فالفكرة السلبية الأولى تجرك إلى فكرة سلبية ثانية، والفكرة السلبية الثانية تجرك إلى فكرة سلبية ثالثة أخرى. فما هو السبب؟ أنت قبل 15 دقيقة كنت يعني مرتاح ومتمدد على السرير وكل شيء طبيعي، ولكن فجأة حدث يعني هذا الفكر السلبي. فهو يشير إلى أن هناك تغيرات كونية، يعني فلسفة غورجييف، وهذه التغيرات الكونية تصيب الإنسان، تصيب الإنسان ربما في الصباح أو في الليل أو في العصر. ولهذا في التنمية البشرية الآن نكتشف أسرار عظيمة. يعني صح هو شخص مثلا يقول أنا القوة أنا الروعة أنا الجمال أنا القوة أنا الروعة أنا الجمال، يقرأ في كتب التنمية البشرية ويقرأ يعني الكاتب الفلاني ويشاهد يوتيوب فلاني، ولكن ماذا يحدث بعد 6 ساعات أو بعد في اليوم الثاني؟ المؤامرة الكونية، ربما الشيطان يأتي ويقول لي هذا الإنسان أنت تمزح مع نفسك، أنت رخيص، أنت لا تستطيع بسبب هذا وبسبب ذاك وبسبب يعني. وهذه تحدث مثلا شخص، نعطي مثال جيد، لديه امتحان في مادة الرياضيات،
يعني لنقل هو في كلية أو جامعة ولديه امتحان في مادة الرياضيات وهو استعد للامتحان، يعني هو أكمل كل الاستعدادات، قارئ ويعني متهيئ، ولكن في أثناء الامتحان تغير كل شيء، يشعر بالقلق ويشعر بالخوف ويشعر بالتردد. فهناك لعبة الأمواج السلبية، أنه لعبة الشيطان تدخل في معادلة النجاح. فهذه هي مثلا فلسفة غورجايف. طبعا كثير من الإيحاءات السلبية تأتي إلى الإنسان، يعني وقلنا في الفيديو السابق، مثلا إنسان هو في عمر 70 ويقول أنا ربما سوف أتوفى غدا لأن أخي كان في عمر 70 وتوفى. أو مثلا دعنا مثلا نعطي أمثلة حول النساء، امرأة مثلا أجهضت، حدثت عملية الإجهاض لها مرتين، فتقوم بالإيمان، تقول انتهى، أنا يعني لا أستطيع أن أنجب مرة أخرى، لأنه لو يعني أصبح حامل، هذه فكر المرأة، ماء في الماء سوف يصبح لدي الإجهاض. فهذا الفكر يعني هو هذا تقريبا يعني فلسفة غورجايف. طبعا غورجايف قصة حياته بالمناسبة عظيمة جدا، عظيمة، أنا أعتبره مرة أخرى يعني من أعظم علماء الشخصية. وهو يعني لو نقرأ حياته، يعني سيرة حياته، ونركز في سيرة حياته، هو كان يبحث عن الحقيقة، فذهب إلى حضارات الهند، يعني يسافر إلى حضارات الهند وإيران ويعني دول متعددة، ويفكر ويقرأ ويحزر يعني، ولديه الآن طبعا يعني مجاميع كثيرة متأثرة بفلسفته، ويعني أيضا تطرح وجهات نظر غورجايف. وأنا وضعت فيديو حول اعتراضي، بعض اعتراضاتي يعني لفلسفة يعني غورجايف. فإذا هذا الشق الأول. فهنا الآن إذا نأتي إلى معادلة أو إلى سر جدا مهم، وهو طيب صحيح نحن نقول العقل الكوني معنا والعقل الكوني رائع وعظيم، ولكن كيف إذا هاجمنا، كيف إذا هاجمتنا الطاقة السلبية التي هي يعني كما قلت الشيطان؟ فنحن نقول نحن رائعون ونحن جميلون ونحن عظماء ولدينا بذور القوة، ولكن بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات يأتي إلينا الإحباط أو الشعور بالخوف أو الشعور بالتردد أو الشعور بالضعف. كثير من الناس مثلا لديهم أمراض نفسية، يقولون انتهى، أنا لا أستطيع أن أشفى من هذه الأمراض النفسية، ويستسلم، يقول هذا قدري. هل سمعت؟ أنا متأكد أنك سمعت كثيرا حول ناس يقول يا عزيزي هذا قدري، أنا مكتوب علي المعاناة. كثير أنا التقيت شخصيا بناس يقول يعني تحاول كثيرا أن تشجعه، هو لا، هو انتهى، يعني هو مستسلم، يقول لا هذا قدري وهذا حظي في الحياة. وحتى نساء يعني امرأة تقول انتهى، أنا لا أستطيع أن أنجح، أو أنا لا أستطيع أن يعني أعمل هذا الهدف. فالاستسلام أو الإحباط. فالآن نعم نأتي إلى يعني الشيطان أو الطاقة السلبية، فأطرح عليك يعني بحوثي في هذا الموضوع. هذا الشيطان هو فعلا موجود، ولكن نحن نكبره ونعطيه أكثر من حجمه، لأنه أساسا نحن لدينا القوة على اختيار الأفكار وعلى القرار. الخطأ العظيم أنه عندما تعطيه قوة، يعني عندما تشغل نفسك، مثلا يأتيك الشيطان أو الطاقة السلبية فيقول لك أنت لا تقدر لا تقدر لا تقدر، فهنا عندما تدخل معه في محاورة هو انتصر عليك، هو هذا هو الذي يريده، هو يريد أن يظهر لك أنه هو حقيقة وأنت ضعيف، يعني هي هذه الفلسفة. وأنا قلت يعني في المحاورة الماضية أن الشيطان أحد الكتاب، يعني قلت أنه الشيطان له خبرة مع البشر 6000 عام، فهو يعرف من أين يتجه.
قبل تحدثت يعني مع شخص في السكايب ولاحظ، فهو هو من العراق وتحدثت يعني معاه في السكايب، وهو شخص نوعا ما متشكك بهذه الأمور، يعني الطاقة الإيجابية والكونية، ومقتنع ومتشكك ومقتنع يعني بهل في هذا التردد. فقلت له شيء عظيم، يعني هو اعتبره جيد، يعني هو اقتنع، مع العلم هو مشكك. فماذا قلت له؟ قلت له أنت ماذا تخسر؟ يعني هو بدأ يشكو من وضع العراق ومن حالة العراق ومن وضعه، ويعني يعني الاقتصاد والسياسة وعدم الاستقرار في العراق. فقلت له طيب أنت ماذا تخسر لو تقول أنا القوة وأنا الذكاء وأنا الجمال؟ ما هي الخسارة؟ يعني شخص فقير، ما هي الخسارة لو يقول أنا ملياردير؟ ماذا سوف يخسر؟ هو انتبه، أنا لاحظت يعني من خلال حديثي هو انتبه فجأة، فقال ها، نحن بالعراق نقول ها، يعني هو انتبه، فقال أعتقد صحيح. يعني هو ما هي الخسارة لو إنسان مصاب بمليون مرض ويقول أنا جسمي معافى؟ ماذا سوف يخسر؟ لا يخسر أي شيء. وهنا هذا المركز، وهو إنه نقول بالرغم من شعورك، لو تشعر بالإحباط أو لو تشعر بالتعب أو لو تشعر بالخوف أو لو تشعر بالإفلاس، قل مع نفسك ماذا أخسر لو أقول أنا ملياردير؟ ماذا أخسر وبالرغم من جميع الظروف السلبية أن أبتسم للحياة؟ شخص مسجون 70 سنة في السجن مثلا، ما هي الخسارة لو يبتسم لمدة دقيقتين أو لمدة 3 دقائق؟ ماذا يخسر؟ فأنا مثلا في بعض الأحيان نعم تمر علي ظروف سلبية وتمر علي أفكار سلبية، ولكن طيب أقول مع نفسي ماذا أخسر لو أقول أنا مرتاح وأنا جميل وأنا رائع؟ ليس هناك خسارة. هل سوف تخسر جهد؟ كلا. هل سوف تخسر وقت؟ كلا. هل سوف تخسر مال؟ كلا. يعني هذا هو طبعا، يعني نحن أتينا إلى الجزء الثاني، أنه كيف أنه أنا يعني نعم يعني أمتلك الوعي الإلهي أو العقل الكوني، ولكن بعد نصف ساعة أو ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين يعني أشعر بالإحباط، بمعنى أنه أنفصل من يعني العقل الإلهي. فهنا يعني هذا قصدي الجواب للسؤال الثاني، النقطة الأولى أنه ماذا أخسر أنا؟ نعم أنا لدي ظروف صعبة، لدي ظروف معقدة، ولكن أريد أن أقول أنا جميل، أنا محظوظ، الناس يحبونني، معاملي أو زبائني يزدادون في كل يوم، أنا جيبي يمتلئ بالنقود ملايين الدولارات، ماذا أخسر؟ فحقيقة تأثر يعني هذا الشخص في هذه الفكرة. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أعتقد النقطة الثانية يعني تغير أفكارنا وتغير مستقبلنا وحياتنا وصحتنا وكل شيء. باستمرار عندما يأتينا الفكر السلبي، وأنا أطبق هذا طبعا، سوف أقول لك ماذا أطبق. دائما نقول في عقل الله مثلا، يعني في المحاورات نعطي مثال لكي نعلق، مثلا شخص فقير جدا ولا يملك دولار واحد، فهو يتمشى في الشارع ويقول في مملكة الله، في مملكة الله ليس هناك مستحيل، في مملكة الله ليس هناك فقر. لو شخص مريض وهو على السرير يستمر في مملكة الله ليس هناك مرض، في مملكة الله ليس هناك فقر، في مملكة الله ليس هناك حزن، في مملكة الله ليس هناك تعب. أنا مثلا أنا أمشي في الشارع وأنا أردد هذا باستمرار في كل ثانية في كل ثانية في كل ثانية في كل ثانية. نحن ماذا نريد؟ ماذا نريد يعني من هذا الكلام؟ أنه نقول دائما في مملكة الله ليس هناك خوف. يعني مثلا شخص يشعر بالخوف ويستمر، في مملكة الله ليس هناك خوف، في عقل الله ليس هناك خوف، في مملكة الله ليس هناك تعب، ليس هناك فقر، ليس هناك معاناة. نستمر نستمر، وأنت جالس في البيت وأنت في السوق، مثلا أنت في السوق تتعامل مع إنسان لكي تشتري منه شيء، تقول في مملكة الله ليس هناك خوف،
في مملكة الله ليس هناك تعب، في مملكة الله ليس هناك ضجر في أي موقف، في أي دقيقة، في أي ثانية. مثلا أنا أعد الطعام، أنا يعني أقول مثلا أطبق، أقول في مملكة الله محبة، ضوء الإله في داخلي. يعني ماذا أريد أن أقصد، ماذا أقصد من هذا الأمر؟ أنا أشغل نفسي، أشغل نفسي 24 ساعة بعقل الله. فأقول أتنفس تنفس الإله، الله يحبني وأنا أحب الله، الله شاركني حياتي وأنا شاركته حياتي في كل ثانية وفي كل دقيقة. أنا أؤمن إيمانا مطلقا ليس هناك لا في السماء ولا في الأرض هدف أنت لا تستطيع أن تحققه عندما تطبق ليس في مملكة الله والنقص الذي تعاني منه. يعني تأتيك، يعني تصبح قوة غير محدودة، يعني لا أستطيع أن أصفها. لماذا؟ لأنه أنا قلت يعني في الفيديو السابق أو أيضا يعني جعلت فيديوهات أخرى في هذا الموضوع، لأنه هناك هذا السر. السر الآن أنت جالس، أنت لست أنت، أنت جالس، أنت موجة، والكمبيوتر الذي تستخدمه موجة، نحن لسنا ساكنين. وبالتالي عندما تفكر بعدم المحدودية، بعدم المحدودية، أنت تجلب 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 عقل الله في داخلك ومحيطك، بحيث الشيطان لا يستطيع أن يخترقك، لأنك تسد عليه، تسد عليه الأبواب. أنا قوة، أنا قوة، أنا قوة. في مملكة الله ليس هناك خوف، في مملكة الله ليس هناك ضعف، في مملكة الله ليس هناك كبر، في مملكة الله ليس هناك موت. لو تسمع، وأريدك أن تسمع أو تشاهد جول أوستين، معلم مسيحي، وهو يعني هو أيضا يعني في كنيسته هو يقول يعني حتى مسلمين وعلمانيين يأتون لسماع محاضراته. جول أوستين، جول أوستين يعني دائما يعني لو تركز على الذي يقوله، يقول للإنسان جول أوستين أنه دائما لا تسمح للفكر السلبي أن يسيطر عليك. فالله موجود، الله موجود، الله في داخلي، الله موجود، الله في داخلي. وهذا لاحظ هناك شيء مهم، هذا يربطنا بسر عظيم، وسوف أسألك وأنت سوف تجاوبني، يعني سوف أطرح السر العظيم وسوف أسألك وسوف تجاوبني. ما هو السر العظيم؟ لاعب كرة القدم يجب أن يتمرن يوميا لكي يصبح لاعب كرة قدم جيد. هل لاعب كرة القدم يتمرن كل ستة أشهر مرة ويصبح لاعب كرة قدم جيد؟ هل لاعب كرة القدم برأيك، هذا سؤالي، برأيك يتمرن مرة واحدة كل ستة أشهر ثم يصبح لاعب عظيم ومشهور؟ ماذا يكون جوابك؟ لماذا؟ يتمرن أكثر من هذا بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ ما هو السبب برأيك؟ حتى يتقن لعبة كرة القدم بصورة جيدة ويصبح مبدع فيها. نعم. طيب طبيب مثلا، طبيب إذا ترك الطب لمدة 40 سنة، دعونا نقول جراح مشهور ويترك الطب ولا يمارس الطب لمدة 40 سنة، هل هذا يستطيع أن يصبح فعلا جراح، طبيب جراح مشهور أو متمكن من مهنته؟ ترى مصير الفشل ما يصبح لا شيء بالقياس إلى الطب بعد 40 سنة. بالضبط، إذن يجب أن يطبق ويجب أن يقرأ كل يوم. فإذا بمعنى أنه نحن في الطاقة الإيجابية عندما نريد أن نمتلك العقل الإلهي يجب أن نتدرب كل يوم ونكتسب العقل الإلهي، بحيث نشعر أنه ليس هناك أي قوة خارجية تستطيع أن تكسر هذا الاتحاد. فهل أنت موافق أم يعني غير موافق، وما هو رأيك بهذا الأمر؟ لا فعلا طبعا كلامك سليم، وهذا الكلام هو جواب
هو نعم نحن في متحدين مع العقل الكوني او مع عقل الله. نعم هذا شيء جيد يعني حقيقه، هذا يعني افرحني لان هذا احد الحلول اللي كانت يعني غايبه عندي، وهي مساله التكرار والاستمراريه. نعم الان نعطيك شيء عظيم جدا، وهو لو نركز على دراويش مصر. لماذا دراويش مصر ودراويش تركيا يعني يستخدمون الدفوف ودائما يعني يهللون ويعني يغنون؟ هو هذا أساسا، هم يريدون أن يعملوا اتحاد قوي بالعقل الكوني. ولو نرى حضارات العالم الأخرى الأفارقة، الهنود، الأمريكان الحمر، يعني نشاهدهم موجودة يوتيوب، لديهم أغاني وموسيقى وأهازيج في كل الحضارات عندما يغنون إلى الرب. لماذا يستمرون باستمرار باستمرار باستمرار؟ لأنه إذا توقفوا فالأمواج السلبية تأتي وتنتصر عليهم. هل أنت معي في هذا في هذه النقطة؟ طبعا أستاذ الفلسفة الانتباه شيء كلش مهم. نعم الشيء هذا هو مسألة اختلاف الطرق ولكن الغاية واحدة. تروح للهندوس أو البوذية تجد عندهم التأمل، عند المسلمين تجد الدروشة، بالضبط عند الهنود الحمر تجد هاي المسألة. نعم يعني الظاهر هي الطرق متعددة، الغاية واحدة هي الاتحاد مع عقل الله ومع العقل الكون والخروج من المعاناة. نعم أنا أشكرك على هذا الجواب، وفعلا أنت لديك فكر عظيم، ويعني أنا حقيقة يعني أشكرك يعني مرة أخرى على يعني على هذا الفكر الرائع وهذا الصحيح. شكرا أستاذ، هذا بعض ما عندك وهذه الاتفاقة إليك. نعم وهنا أيضا وهنا أيضا في المسيحية، في المسيحية أنا يعني كنت أتساءل لماذا يعني لو تدخل في المسيحية، أعطيك تجربتي مع المسيحية، تجربتي مع المسيحية هذه زيادة خبرات. يعني نحن لدينا يعني الأربعاء، تقريبا الأربعاء والخميس يسمى دراسة الإنجيل، فنذهب إلى بيت وندرس الإنجيل ويعني فيه صلاة، والأحد أيضا هناك مثلا يعني الخدمة، باللغة الإنجليزية تسمى يعني سيرفيس الخدمة، ويعني طقوس كثيرة كثيرة كثيرة. فأنا كنت قبل يعني كنت أتساءل لماذا هؤلاء كل هال أوقات يشغلون أنفسهم. أنا لم أكن أعرف أن يعني مسألة الاتحاد ومسألة يعني هذا الاتحاد بعقل الله والطاقة السلبية، فبالتالي أيضا هؤلاء إذا ينقطعوا سوف تأتي الأفكار السلبية. يعني نرجع إلى مثالنا كرة القدم ولاعب كرة القدم، حتى مثلا الخبير بلعبة الشطرنج، لعبة الشطرنج يجب أن يلعب باستمرار، الذي يستعد لمنافسات الأولمبياد يعني نراهم يبذلون ساعات طويلة و يتمرنون، لا يستطيع أن يعني يحصل على الميدالية الذهبية وهو لا يتمرن. فهنا المسألة أنه الاستمرارية بشحن العقل الباطن. والآن هذا الشيء تنفتح لدينا المعجزات. لماذا؟ لأننا عندما نتمرن بالاتحاد مع عقل الله في كل ثانية تحدث المعجزات. ما هي المعجزات؟ لاحظ ما هي المعجزات. وأنا حقيقة يعني لو تلاحظ من وجهي أنا متحمس لهذا الموضوع، جدا متحمس. لماذا؟ لأنه إذا أنت تمر في شارع وفي هذا الشارع لنقل يعني باللغة العربية عصابة ولديهم سكاكين، أي شخص يأتي بهذا الشارع يؤذوه، لا يستطيعون عليك، لا يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ لأنك أنت محمي بالقوة الإلهية، لأنك أنت في كل ثانية
تقول في مملكة الله ليس هناك مستحيل. في مملكة الله أنا الحب، أنا القوة باستمرار باستمرار باستمرار. فهنا أنت تمر من هذا الشارع لا يستطيعون أبدا أبدا أبدا. وأيضا حتى لو يعني إنسان يعيش في العراق، أي جزء من العراق، سوف يغلف بمحبة الله، لا يمسه انفجار ولا يمسه أي شيء. والآن يعني هذا الموضوع سوف نقفز إلى موضوع آخر. رزقك باللغة العربية الرزق، يعني مسألة البيع والشراء سوف يزداد، معاملك سوف يزدادون، صحتك سوف تكون عظيمة جدا. ولهذا كنت أنا أفكر بهذا الموضوع، أن الشيطان لا يريد هذا، ولهذا هو يتدخل بقوة، لأن الشيطان يتدخل بقوة لأنه يعرف إذا أنت اتحدت مع الله أنت فزت، أنت نجحت، وهو لا يريد. فهنا هو يشككك، يقول لك اترك هذا، الطاقة الإيجابية لا تعمل، أنت تضحك على نفسك، انظر حالك، أنت مفلس، أنت مريض، صعب عليك، هذه الفتاة اتصلت بك وأنت ربما يعني لم تعرف أن تتكلم معها، فهي سوف لن تأتي وتتصل معك مرة أخرى. هو لا يريد، هو لا يريد، ولكن الاتحاد باستمرار سوف يزيل غلاف يعني الأفكار السلبية أو فكر الشيطان. أستاذ شوان لو سمحت لي. نعم تفضل حبيبي. حقيقة طبعا أنا أعتقد هاي من أجمل هسه، من أهم وأجمل ما بالحلقة اليوم بالندوة، وهي مسألة أي نعم أن تكون بحيث تكون محمي إذا بقيت مع عقل الله، والشيطان ليش ما يريدك تكون أن تبقى مع عقل الإله. نعم هاي شيء فعلا يطبع المعجزات. نعم مسألة أن تكون محمي ويعبرون عنها تكون محظوظ وتكون نعم محبوب وتكون مرزوق. نعم حقيقة هذا نوع من السر، سر يعني فشي مفتح حتى مجرد ما مجرد واحد يكتشفه يحس بنوع من راحة، كيف إذا أطبقه وعاش. نعم تفضل أستاذ. وهذا الشيء أيضا يقودنا إلى أمر أعظم وأجمل، عندما تستمر بالاتحاد مع العقل الإلهي. مثلا أنت في نقطة معينة من حياتك لا تملك نقود، مثلا يعني سوف تمشي في الشارع وسوف ترى $100 في الشارع أو $200 مثلا يعني، ويعني هو القصد من هذا المثال أنه الله يجهزك بكل شيء. كنت أتكلم بالسكايب مع سيدة فذكرت لي حادث، وهذا الحادث يعني هو مرتبط يعني بهذا النقاش. ولو تلاحظ نحن في بداية الندوة يعني هل لاحظت بركات الله لأننا تكلمنا من القلب وطلبنا من الله أن يزيدنا حكمة، فأنا لا أتكلم، هو الله يتكلم، هو الله الآن يعطينا أفكار، أنا لا أتكلم، أنا مجرد وسيط، يعني الله يتكلم وأنا أنطق كلمات الله. فقالت لي حادثة حدثت يعني في لندن، فقالت هناك شخص من أقربائها كان يمشي في أحد شوارع لندن وتعرض إليه خمسة أشخاص وضربوه ضربا مبرحا، يعني كسروه ورجع إلى البيت حزين وتعبان وحالته يعني مزرية. وهو أيضا هذا الشخص قال لوالدته، قال إن السبب الذي حدث لهذا لأنني لم أشكر الله كثيرا، ولأنني يعني أعتقد أنني يعني كنت يعني في اللغة العراقية نقول بطران على حالته أو على وضعه وهكذا. فأنا وضحت إليها أنه لو هو هذا الشخص اتحد في العقل الإلهي، يعني فيها يعني متحد في العقل مع عقل الله باستمرار باستمرار باستمرار، فهو هذا إذا يمر في هذا الشارع مستحيل أنه
يعني يستطيعون أن يتعرضوا إليه، وأيضا مستحيل لشخص آخر أن يتعرض لحادث سيارة، ومستحيل لشخص آخر أن يتعرض لمرض. كلها يعني المعاناة تزال، يعني هو المعاناة تزال لأنه أنت متحد مع الحقيقة المطلقة. الآن عندما تتحد في الحقيقة المطلقة لا تستطيع المعاناة أن تسيطر عليك. والسيدة أيضا يعني ذكرت لهذه السيدة، يعني أنا أعطيك يعني جزء من الحديث الذي دار بيني وبينها، وأيضا ذكرت لهذه السيدة مسألة $100، يعني الشخص عندما يتمشى وهو عندما يتحد مع الله باستمرار، ولنفرض في ذلك الوقت يعني هو ليس لديه أي نقود، فهو يمشي في الشارع ويجد $100 أو $200، فهي يعني أكملت على المثال فقالت، قالت لي هذا صحيح. قلت لها كيف يعني تعتبرين هذا صحيح؟ فقالت لي، لاحظ ماذا كان جوابها، قالت لي أنا كنت في كنيسة، جواب السيدة، قالت لي أنا كنت في كنيسة والواعظ أو يسمى المعلم أو القس أو الواعظ فشرح لهم قصة أنه هو يعني مع عائلته كانوا في يوم من الأيام لا يمتلكون أي نقود، يعني مروا بظرف صعب، ولكن هم باستمرار بالصلاة بالصلاة والاتحاد مع عقل الله. فيقول هذا الواعظ، يقول في أحد الأيام فتح الباب ووجد ظرف، وفي هذا الظرف فيه مجموعة من النقود. هو ما هو الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الطاقة الإيجابية تتحرك لأنك متحد مع الله. عندما نقول الطاقة الإيجابية يعني الملائكة الإيجابيون يتحركون لمساعدتك. الطاقة الإيجابية هو عقل الله، الملائكة الإيجابيون، الظروف الإيجابية، كلها تتحرك يعني لكي تحميك، لكي تزودك بحكمة، لكي تزودك يعني بالشيء الذي ينقصك. فيعني هذا الجزء أنه أنت كيف تسيطر، أو كيف تسيطر على مسألة، يعني سؤالك كيف تسيطر على مسألة أنه الإنسان يشعر ب يعني بالفكر السلبي يسيطر عليه. وأيضا الجواب، يعني الجواب الآخر، النقطة الثالثة في هذا الجواب، سوف تستغرب، الحنجرة. يعني ربما تسمع الآن وتقول الحنجرة، ما هي علاقة الحنجرة في هذا الموضوع؟ الحنجرة فيها سر عظيم لا يعرفه 90% من البشر. الحنجرة هذه لو تدرس، يعني لو تدرسها، يعني الصوت، الحنجرة متصلة بكل أعضاء الجسم وبالدماغ، عندما تصرخ أو بالأحرى تغني بقوة، تغني بقوة. هذه الحنجرة لها قابلية على أن تجذب بالأغاني أو بالصراخ. يعني هسه سوف نغني، يعني سوف أعطيك مثال كيف أنا أغني. فهذه الحنجرة عندما أنت تغني تقوي كل خلايا دماغك، هي ترسل شحنات كلمات الأغاني، شحنات كلمات الأغاني للدماغ وللقلب وللعظام وللمفاصل بالغناء، وأيضا تجذب كل الطاقة الإيجابية بالغناء. ولهذا أنا كنت أفكر لماذا الهنود الحمر يصرخون، لماذا الدراويش يصرخون، لماذا في الكنائس يصرخون. هناك كنائس أفريقية، أنا حضرت كنائس أفريقية موجودين في أوروبا، كنائس أفريقية يغنون بصراخ يعني غير، أنا أتعجب ما هو هذا السبب، لا أعرفه. يعني هو لماذا يصرخ؟ يعني مجرد هو ممكن يدندن، لماذا هذا الصراخ؟ السبب الحنجرة. في هذا الصراخ أو الأغاني حياتك كلها تتغير. لو كان لديك السرطان، يعني نقول لو 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 شخص مصاب بسرطان بالحنجرة يشفى من السرطان، لو مقعد نهائيا بالصراخ أو بالأغاني يشفى وينهض. وهنا أعطيك مثال عظيم،
هناك واعظ مسيحي انجليزي جدا مشهور، الاسم الاول نيثن، هو مشهور جدا، ممكن بعد فتره يعني اعطيك اسمه الكامل، لكن لديه يوتيوبز، هو اسمه الاول نيثن وشيء اخر. هذا باسم المسيح طبعا هو يصرخ، يصرخ بقوه، لو تلاحظه يصرخ بقوه ليس لها مثال. فتاتي اليه طفله مقعده، يعني طفله في عمر السادسه وهي مقعده، مقعده يعني، والاطباء قالوا لها حياتك انتهت، يعني يقولون انها انتهت، هذه مقعده. هو يصرخ، فهو يستخدم كلمه يقول فاير، فاير في المسيحيه كلمه فاير لها معنى عظيم في علوم الكون، لكن هو كيف يقولها؟ يقول كالتالي، سوف أنطقها يعني لكن بقوة، فاير بقوة وأكثر من هذا. زائدا هو ليس هو وحده، الناس الذين معه أيضا يشاركوه، لأنه هو عندما يقول فاير يعني هناك أيضا ناس يشاركوه في هذه الكلمة. ولهذا نرى نحن الذين يغنون مجموعة تفرق، يعني هناك فرق كبير من شخص يغني وحده وشخص يغني مع مجموعة. فهو أيضا يقول فاير ولديه مجموعة، يعني موسيقيون وناس يصفقون، وهي هذه الطفلة تنهض 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 تنهض، والأعمى يبصر، المشلول ينهض، كل شيء، الميت لاحظ، الميت نعم، نعم، لا أحد يعرف. الحنجرة فيها مركز الروح ومركز كل شيء، لا أحد يعرف، لكنه أعطيك يعني أحد الكتب هو يشرح هذه ظاهرة الحنجرة، ولكن أنا لم أكمل المسألة، هناك الإكمال. أثناء الصراخ أو الأغاني، الإنسان أيضا يبني أنه يعيش مع عقل الله، يعني أنت عندما تقول، يعني سوف أقول لك، سوف نغني معا أو أنا أغني، ولكن أنا أيضا عندما أغني أشعر وأؤمن ضوء الله يغلفني، يعني الله معي والملائكة يصفقون معي والكون مفتوح والله في داخلي، وقلت يعني الملائكة معي يصفقون والناس الطيبون معي والكون مفتوح، فأعيش هذا. ليس هناك مشكلة لا في الأرض ولا في السماء يعني تستطيع عليك في هذا الأمر. إذن دعني الآن أبني في عقلي الله، وأيضا أغني، وأيضا كما قلت أنا أبني مع يعني في داخلي ومشاعري الله في داخلي، الله في داخلي. فأقول يعني سوف أردد، فأنت لاحظ مجرد كيف أنا أردد وبصوت عالي، بصوت عالي مع إيمان إن الله الآن معي والملائكة يصفقون، وفعلا لاحظ هو فعلا الآن الملائكة موجودين، الآن الملائكة يسمعوننا ويباركون أعمالنا، ولكن العقل الواعي أو الشيطان ماذا يقول لك؟ يقول لك لا تصدق هذا الشيء، انظر حالك وانظر وضعك، ولكن هو في الحقيقة العقل الكوني الآن معنا، الله الآن معنا، الملائكة الآن يصفقون معنا. أنا تكلمت يعني حول مسألة الملائكة في فيديو سابق، وهم موجودين في كل ثانية لخدمة الإنسان. أوكي، فدعني يعني أغني، فأقول اسمك القدوس معي، الله 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 الله، اسمك القدوس في داخلي، الله 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 الله، أنا قوة الإله
لله، اسمك القدوس في داخلي. الله 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 الله. أنا طبعا يعني أنا أؤدي هذا، وطبعا يعني هناك كلمات أخرى وأمور أخرى وأغاني أخرى وأصوات أخرى، وتبني تبني تبني في عقلك مثل ما قلت، يعني إن الله يباركك والملائكة معك يصفقون، فهذا يعني الجزء المهم أيضا في يعني في هذا الجواب. زائدا النقطة يعني الأخرى أو الأخريات، الأخريات وهذه مهمة، وهي الرضا على النفس. مهم جدا أن ترضى على نفسك وأن تسامح نفسك، جدا جدا مهم. الشكر 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 من أعظم القوانين الكونية. عندما تشكر فتقول أشكر خلايا جسمي، أشكر عيوني، أشكر حياتي، أشكر روحي، أشكر ملابسي. أنا يعني تكلمت كثيرا يعني حول هذا الموضوع، وأيضا يعني نريد أن نكمل الجواب. الشيء المهم الآخر أنه أنت ترى كل الناس يحبوك وأنت في داخل الناس، بمعنى أنت هم الناس. يعني عندما تمشي في شارع ترى كل الناس هم أنت، هذا لا تتصور كم عظيم هذا الشيء. ولو تجربه سوف ينمسح، سوف يلغى أو يزال منك الخجل والخوف وكل شيء، وتبني في عقلك أن الناس كلهم هم أنت، وأنت هم كل الناس. لماذا؟ لأننا قلنا أن عقل الله هو واحد، يعني نحن عائلة واحدة، الكون عائلة واحدة. من الذي يفرقنا؟ الشيطان، العقل الواعي هو يفرق، هو يفرق، يقول لك أنت من هذه الجنسية، أو أنت لا تتكلم مع الشخص الثاني لأنه ربما عنصري، أو لا تتكلم مع فلان لأنه كذا وكذا وكذا، أو أنت إذا تكلمت مع شخص من بلد آخر ربما لا يقبل عاداتك، ويعني الشيطان يفرق. ولكن في الحقيقة أنه نحن كلنا ضوء، وأعظم تمرين، وهذا أعظم التمارين، عندما ترى كل الناس ضوء وأنت ضوء وملابسك ضوء وبيتك ضوء، لأنه هو ذات الله ضوء، هو حقيقة الله ضوء، ونحن في داخل الله نحن أيضا ضوء. يعني أريد أن أكرر، نحن لسنا هذا الجسد، هذه مهمة. نحن أمواج، يعني أنا لست أنا، أنا لست الخشم والعين واليد، وأنت أيضا لست أنت العظام وعمرك واسمك، أنت ضوء، نحن ضوء، نحن الآن نتحرك. فعندما تقول أنا الضوء، أنا القوة، وترى أنك الضوء وترى الناس ضوء وترى الناس هم أنت وأنت في داخل الناس، فنحن الآن نزيل الطاقة السلبية، نزيل الطاقة السلبية تماما. هناك أيضا أشياء أخرى يعني في هذا الصدد، مثلا مساعدة الفقراء. لا نقول مساعدة الفقراء ماديا، ابتسامة، هذه عظيمة، هذه جدا، ابتسامة، مجرد ابتسامة. أو مثلا أقول للناس، يعني كثير أتحدث معهم، أقول لهم كلنا لدينا ملابس لا نحتاجها، أعطيها إلى فقراء، أعظم شيء هذا أيضا، يعني هذا جزء من الحل، ترتاح نفسيا. جرب بكرة أي شيء أنت لا تحتاجه في البيت أعطيه، تشعر براحة. هو هذا عقل الله، عقل الله عندما نشعر باسترخاء، عندما نشعر برضا، عندما نشعر بقوة، بثقة، بتفاؤل. فيعني أنا أريد أن أقول إنه هو هذا أيضا يعني جزء من يعني جزء من المسألة في يعني في هذه الحلقة. هل عندك أي تعليق أو أي شرح أو أي إضافة أو أي سؤال؟ أيضا نستمر يعني. نعم، مثل ما قلت بداية الحلقة، احنا نسلم نفسنا للرب وان شاء الله يجي الكلام مو من
نعم فحقيقة أبدع. واللي طبعا أنا كتبت بعض التمرات من حد ما وصلنا بس التمرات بعدين أذكرها بنهاية الحلقة تقريبا هي تمرات اتحاد عقل الله يسمع المعجزات. نعم مسألة ضرورية استمرارية الذكر الإيجابي. قال هنا سؤال أحد الأسئلة اللي يطرح نفسه، يستطيع الإنسان يوصل المرحلة بحيث حتى لو استغنى ولو وقتيا عن الذكر الإيجابي يبقى بالتحد بالعقل الكوني لو مجرد أن يقبل حتى لو كان مستمر نقول عشرات السنوات مجرد أن يقبل يسقط بالسلبية، لو يستطيع أن يصل إلى مرحلة يكون مطمئن ما يحتاج إلى الذكر الإيجابي حتى أصبح هو العقل الكوني. نعم نعم. طبعا يعني السؤال الأول مرة أخرى أشكرك، وفعلا سؤال يعني في وقته وسؤال مهم وسؤال أكثر من رائع. عندما تصل الجواب، عندما تصل إلى الحكمة الإلهية وأنت عبرت عليها يعني بمسألة الاتحاد التام، فأنت ليس من الضروري أنه كما قلت 24 ساعة يعني تطبق هذه الأمور، ليس من الضروري. لماذا؟ لأن الشيطان يعرف أنك أصبحت قويا فلا يتجرأ أن يتدخل. يقول ماذا يقول الشيطان يعني لمجموعته؟ يقول هذا الشخص نحن جربنا معه آلاف المرات ولا ينفع. هل تلاحظ؟ فهذا الجواب يعني دعونا نعطي مثال. مثلا تاجر جدا جدا ذكي، يعني لا يستطيع عليه الناس أن يخدعوه، فالناس يعرفوا أوتوماتيكيا أنه انتهت يعني مسألة هذا التاجر، هذا التاجر ذكيا، فيقولون يا أخوان هذا لا تذهبوا إليه، هذا نعرفه، هذا تاجر ذكي. أو مثلا شخص جدا شجاع في المدينة، معروفة يعني هذه القصص، فالناس يتكلمون يقولون يا أعزائي هذا الشخص لا تتحارشوا به، هذا الشخص ذكي يعني شجاع فمعروف. فهي هذه الفكرة، أنه أنت عندما تتحد مع العقل الإلهي الشيطان هو الذي يتنازل، لأنه أنت فكرك أنت تصبح مركز الإله، أو بالأحرى أنت الإله، يعني متحد مع الإله أو الإله، فأنت القوة. ولكن أريد أيضا أن أضيف، هناك يعني مثلا عندما يعني لا تطبق هذه الأجوبة فكيف تشغل وقت فراغك؟ ممكن تشغل وقت فراغك بالاسترخاء، بممارسة هوايات، ممكن تحب الصيد على سبيل صيد السمك، ممارسة هوايات، ممكن أنت تحب الرسم، أو ممكن أنت تحب الشعر، أو ممكن أنت تحب السفر. فهنا نقول أنه الإنسان الذي يتحد مع الإله ليس بالضروري أنه 24 ساعة، وإنما هناك طبعا يعني أوقات الفراغ ويستطيع أن يستغل هوايته. فالجواب يعني أنه الشيطان هو أساسا يتنازل. هل هذا الجواب يعني؟ عن الوصول. نعم. يصل مرحلة أو مستوى من التذبذب الطاقي محرم على الشيطان يفسد. نعم. إيش نقدر نسأل؟ والسؤال الثاني مثلاً شكر نشكر خلايانا وأعضاءنا وملابسنا، لو نشكر من سخر لنا هاي الأمور. هذا سؤال. نعم سؤال عظيم. هناك لنقل دعونا نستخدم هذه الكلمة، هناك أخصائيين في مسألة الملائكة موجودين في أمريكا، يعني هؤلاء يعني يعطون للناس نصائح ويعني يساعدون الناس، الإنسان المريض يقولون يعني مثلا
صلي إلى جبرائيل أو صلي إلى ميكائيل، موجودين حتى في اليوتيوب وأيضا يعني محترفين حقيقة، لكنهم هم يعني يتكلمون صلاتهم جبرائيل جبرائيل جبرائيل، ويا جبرائيل اذهب إلى هذا الإنسان واشفيه، ويعني هذا هو الذي يعني يستخدم هذه الأمور، يعني يعني نقول الأخصائي، أخصائي في الملائكة. فسؤالك هو منطقي طبعا وصحيح، أنه أنت تشكر الإله. وهنا يجب أن نفهم مسألة مهمة، أنه الشكر، شكر الإله، يجب أن تفهم كيف تشكر الإله. يعني يعني الإله لديه لديه كلام خاص أنت تتصل معه، يعني مثل المهندس المعماري، المهندس المعماري له خبرة كيف يبني بناية جميلة. فهنا أيضا عندما تتكلم وتشكر الإله فيه خبرة ودراية. أعطيك جزء، مثلا أنت تقول أشكر الإله الذي في داخل خلايا جسمي، أشكر الإله الذي يعطيني العافية والصحة، أشكر الإله الذي يبارك أعمالي، أشكر الإله الذي يعني هو حولي الآن. يعني هذا هذا جزء، يعني هذا جزء. فجوابي أنه ليس من الضرورة أن تقول أشكر ملابسي أو أشكر عظامي أو أشكر، على العكس، فهو المركز، المركز. فأنا أرجع إلى مسألة يعني هؤلاء الأخصائيين الذين يعني يقولون الملائكة الملائكة، فأنا يعني أتساءل أقول لماذا نذهب إلى الملائكة؟ نذهب مباشرة إلى الله، هو الذي هو المكون كل شيء. ولكن أريد يعني أن أكرر أنه طريقة الاتصال مع الإله، هاي نقطة. النقطة الثانية، هناك ناس كثيرين في العالم يشكرون الإله، ولكن في نفس الوقت الإله منفصل. يعني ماذا أقصد منفصل؟ يعني هم هؤلاء الناس يشكرون الإله، ولكن هم يبنون في عقولهم أنه هذا الإله ساكن أو واقف في مكان بعيد، وهو يسجل أخطاءهم أو يراقبهم، فهم يشكروه من الخوف، وهذا خطأ. الإله ليس هو تارك كل عمله ويعني ليس لديه أي عمل، ومجرد هو يراقب ويكتب. فعندما تشكر أنه الإله هو هذا، هذا هو الإله الآن نحتفل به. هو في الحقيقة نحن يجب أن نرقص، لأن الإله هو معنا في كل ثانية. فعندما تشكر سوف تأتيك أفكار أن الإله هو خارج وفي مكان آخر. لماذا؟ لأن نحن يعني لماذا تأتيك الفكرة أنه الإله هو في مكان آخر؟ لأنه نحن دربنا وتربينا على هذه الحضارة، أنه الله في مكان أو في كون آخر وهو يراقبنا. فصحيح نحن نقول نشكر الإله، ولكن وعينا نفكر أن الله هو خارج في مكان آخر. فنريد أن نقول أنه عندما نشكر يعني الله هو في داخلنا وحولنا، فنشعر بهذا أنه الله معنا الآن. يعني أريد أن أذكر قصة، وأنا تحدثت مرات عديدة في هذه القصة، وهو أنه موسى في التوراة سأل الله، قال له يا الله عرفني بنفسك، أريد أن أعرفك. فجواب الله كان أكثر من العظمة، وهذا يعني يدل على عظمة الله. فجواب الله إلى موسى قال أنا هو الذي أنا. الله لم يقل له أنا بنيت الكون وأنا موجود هنا وهناك، الله قال أنا هو الذي أنا، أنا هذا، هذا هو الإله الآن، الآن هذا. يعني من هو الإله؟ نقول هذا. فعندما نشكر نحن الآن هو هذا الإله موجود. الإله الإله الآن هو يسمعنا ويباركنا ومعنا، والآن الإله في نفس الوقت يسمع صينيين يتكلمون من الصين وهو في الصين، ويسمع هنود يتكلمون وهو في الهند، وهو في كون آخر يبني أكوان في نفس الوقت، وهو في نفس الوقت الآن
يجهز طفل صغير في رحم امرأة في نفس الوقت، وهو في نفس الوقت يبني نباتات جديدة، وهو في نفس الوقت يعني يحرك الشمس ويحرك الكون ويحرك الكواكب. فهل لاحظت؟ فالإله هو هذا. نعم استاذ، معك انا معك كل كلمه تقولها. اي نعم، ما اعرف انا ايش ما فينا وقت حتى اذا هاي نطرح اسئله او ننتظر، لان انا عندي شغال بنهايه الحلقه اريد لك اياه. دائما بكل نهايه حلقه اشتغل وجودك واسالك سؤال شخصي يخصني، بس اذا بعد الحلقه مستمره حتى نستمر بنقاشنا. لا، هو هذه الحلقة يعني أنا أعتقد وصلنا إلى النهاية تقريبا، وأنا أعتقد يعني نحن يعني غطينا ممكن الحلقة، لكن أنا أريد أن أضيف يعني تكملة إلى الحلقة، وهي أنا ذكرتها يعني عندما قلت، وهو مسألة التنافس الحضاري. يجب أن لا تشعر، وهذا مدمر التنافس الحضاري، إنه يجب يعني هذا هو الاتحاد، أيضا جزء من الاتحاد. التنافس الحضاري هو مدمر، إنه شخص امتلك سيارة وأنا لا أمتلك، الشخص الآخر تجارته رابحة فيجب أنا أن يعني أن أسابقه، والشخص الآخر امتلك عمارة ولماذا أنا لا أمتلك عمارة. هذه تسمى الغيرة أو الحسد، أو يعني في المصطلح الحديث التنافس الحضاري، وهو مدمر. لأنه عندما نتحد مع الإله نحن يجب أن لا نتنافس مع بقية الناس. التنافس أتى من الشيطان، لأنه الشيطان ماذا يقول لك؟ اسرع اسرع اسرع، لاحظ صاحبك امتلك سيارة وأنت لا تمتلك، فاسرع اسرع، سرعة سرعة سرعة. هو يريد أن يجعلك تتخذ قرار خاطئ ويجعلك تشعر بالندم. فأنا ذكرت يعني التنافس الحضاري، كل شيء فيه حقد، كل شيء فيه حسد، كل شيء فيه غيرة، يدمر صحتنا ويدمر شبابنا ويدمر اتحادنا. ونحن نعرف يعني حتى نحن تربينا يعني يقولون لنا يعني الحسد من الشيطان والغيرة من الشيطان. فهذا التنافس الحضاري، يعني هذه الكلمة الجديدة والكلمة المتطورة هو التنافس الحضاري، إنه يجب أن لا نتنافس حضاريا. والنقطة الأخيرة أيضا يعني خلال هذا الفيديو، وأنا قلت يعني هي مسامحة النفس. تحدثت مع سيدة أنا وهي كانت تشعر، هي تشعر أنه يعني لديها غضب على نفسها، فتحدثت معها أنها تخطأ خطأ عظيما عندما الإنسان يحاسب نفسه، صحته تضعف، مستقبله يعني غير جيد، ظروفه تتوتر تتغير عندما يحاسب نفسه. لا نحاسب نفسنا، فدائما في الليل ويجب أن نقول نسامح أخطاؤنا، لأن الله محبة، الله محبة، فيجب ومهما كانت الأخطاء على العموم نسامح أخطاؤنا في الماضي، وهذا مهم، نسامح أنفسنا. يعني كل الناس يخطئون، ولكن المسامحة هي مهمة لكي نتحد، لأنه الشيطان أريد أن أذكر مرة أخرى دائما يذكرك بأخطائك. الشيطان هذه يلعبها مع جميع الناس، فيقول له انظر ماذا فعلت أنت الأسبوع الماضي، وانظر السنة الماضية، وأنت خطأت مع فلان وفلان وفلان، هو يلعب. فنحن نسامح أنفسنا، فهو هذا يعني هو هذا الاتحاد، وهذا غورجايف وفلسفات غورجايف، ويعني هذه الحلقة تقريبا غطيناها. يعني طبعا أريد أن أذكر، وحتى يعني عندما تنهض صباحا أنا أعمل هذا، أطلب من الله الحكمة، يعني كما قلت في أول الحلقة أنه من القلب، يعني تقول إلى الله يا إلهي العظيم أنت فكر وأنت الرئيس أو أنت الخالق أو أنت المكون، فأنت تملأني بأفكارك. أنا أعمل هذا، يعني أنا أشعر من القلب، أقصد من الله، يعني الله هو الذي يزودني بأفكاره، فيقول لي اذهب يمنى، لا تذهب يسرى، اجلس، اخرج، اعمل هذا الأمر، لا تعمل هذا الأمر. فأنت تكون مقاد من الحكمة الإلهية. ولهذا لو تلاحظ نحن الآن كيف تباركت أعمالنا، يعني هذه الندوة لم نخطط لهذا الكلام، ولم نكتب أوراق ونقول
يعني سوف نجاوب هكذا وهكذا، وإنما الحكمة الإلهية الآن هو الله يتكلم، أنا لا أتكلم. وأنا أريد أن أضيف، أنا يعني عندما أعمل هذه الفيديوز أنا لا يعني أبدأ أقول سوف أكتب هذه وأكتب هذه، وأنا أجعل الله هو الذي يعني ينطقنا بكلامه. يظن أغلب الناس إن الله يتصل فقط مع الأنبياء، هو خطأ، الله يتصل معنا في كل ثانية عندما تطلب الحكمة وعندما تتعد معه، فالله يتكلم معك باستمرار، يتكلم باستمرار، فتشعر به إنه هو الله الذي يعطيك الفرص العظيمة في النجاح، ويعطيك الحكمة، ويعطيك الأمور التي تساعدك على أن تحمي نفسك وتحمي عائلتك وتنجح يعني في الحياة. نعم أستاذ شوان، حقيقة أبدعت الكلام شيق، رغم أن أنا متأكد أكثر من ساعة مرت، ولكن ما أحس بالوقت يكون أي نعم. كلام في نوع من الإبداع، وكلام شيق، وكلام بثمرات يعني ثمرات كلش حلوة وجميلة. ف يعني حقيقة ما أعرف شلون أشكرك على هاي المعلومات، وفعلا الرب يتكلم من خلالك. نعم، شكرا لك، الشكر جزيل. وعندي إذا أتمنى يعني إحنا بالعراق عندنا ظاهرة يعني الناس يعني خاصة النساء أكثر من الرجال خافوا ظاهرة الحسد، يا ريت يعني إذا تتفضل تسوي لنا مقطع لها وجواب بسيط يعني من منظور العلوم اللي أنت تتقنها ظاهرة الحسد الناقشة، هل فعلا مثل ما هم يصورونها بعض الناس هيك هالدرجة مخيفة وتأثر على الإنسان، والإنسان يعني يبقى تحت رحمة الحاسد؟ يعني من منظور اختصاصك يعني اتفضل استاذ. هو هذا ايضا موضوع اخر، وفيه يعني وفيه ايضا يعني حقيقه فيه ايضا شرح اخر، لان هو اساسا الحسد، هو الحسد طاقه سلبيه، والحسد هو طاقه شيطانيه، وهو يؤثر. نعم يؤثر، هناك ناس يرسلون لعنات، هناك ناس يرسلون لعنات، يلعن فلان يرسلوه، يعني هم يؤمنون يرسل لعنات إلى على فلان وضد فلان، هو طاقة تؤثر. ولكن جوابي يعني حقيقة ليس هناك ملخص، يعني ليس هناك شيء بسيط لهذا الموضوع، فيه عمق في الحسد. لكنه يعني استاذ بالمستقبل إذا قدرت تعمل مقطع تنزل على اليوتيوب. نعم نفكر بهذا، ولكن الحسد هو طاقة سلبية ويؤثر. نعم يؤثر على عمل الإنسان، يؤثر على صحة الإنسان، يؤثر على فكر الإنسان. هو مو هذا، هو فيه أنا أرى فيه يعني أمور كثيرة في هذا الموضوع، والتحصين في حلقات أخرى، يعني ليس في، لا أعتقد بجواب بسيط يعني نستطيع أن نوضح كل شيء، فنجعله في حلقة أخرى على العموم. وأنا طبعا أريد يعني أيضا أن أشكرك، أنت إنسان مثقف، وأنت إنسان يعني خلوق، وأنت إنسان أنا أراك تنجح نجاحا عظيما، وسوف تنجح نجاحا عظيما، وأيضا أصلي إليك باستمرار أن الله يفتح أمامك ظروف إيجابية، وأيضا يزيدك حكمة ويحميك، لأنك أنت في العراق وأنا أعرف ظروف العراق، ولكن أشعر بنجاحك. كثير من الناس مروا بظروف صعبة جدا جدا جدا، لكن الله يعني حماهم وأسندهم ونجحوا في الحياة. فنقول يعني هذه هي النهاية، ونقول مع السلامة، ونراكم في لقاءات أخرى. مع ألف سلام ومع ألف شكر، وما عندنا هو حقيقة بفضل جهودك وفضل ما تقدمه إن حقيقة استفادين الكثير الكثير من عندك، ونتمنى تستمر بهذا إبداعك وبهذا تقديمك، وحقيقة عاجزين عن الشكر إليك، ما نعرف ما نقول، كلمة الشكر قليلة بحقك، يعني ونقول نرجع نقول شكرا جزيلا لك أستاذ على كل
ما تقدموا، وان شاء الله نلتقي بكم. نلتقي بكم نعم، نشكركم يا أخي، وأيضا أتمنى لك ليلة سعيدة، ولأنه في الوقت متأخر يمكن في العراق، فنراكم يعني في حلقات أخرى. شكرا.